يوم ده عدى كأنه كابوس، معرفش ليه أنا هنا محبوس فريق. أنا شفت ليلة عذاب وسواد لما تريد براغيت ونومو. اسمع أصول الجدعنة وشهامة الأقوياء، لو عديت يا ابن آدم على بحر لقيت غريق شده، ولو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شده تاني، حتى لو عطك وشده ومرضيش برضو يطلع معاك، دوس على دماغه وغرقه وحطه يا نهار. طبع خلاص بكرة براءة، علم وحصحى على رواقة. طبع خلاص بكرة براءة، علم وحصحى على رواقة. من بكرة همشي في أي طريق وبراحتي وبكل جراءة. يلا امدح بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك قلت بتكلم سخان. اللمب امدح امدح. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. امدح بقى والنبي. نهارك طين. نهارك اسود. يا عبد الباشا والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عمي خد عقد شهر تعبان. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. تفهم انك جاي التكية بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالة على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة. فاهم يا هلا؟ انا عارف السجن كويس. لسه ما فقدتش المكان. انتوا ليه هلا؟ لسه ما فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك هلا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا هلا اصبر اضحك يا هلا. انت عارف ده ولا ايه؟ اخرس. انت عارف رياضه التواليتات بتاعت السجن؟ انت لو التدي الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه الكبانيه. ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وننامهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا يا هلا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيب انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل ده. تجيني هنا اجيب خنعة. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. أذى حطها في جيبك وسك من بوكمن. سك من بوكمن؟ أبعد ده ولا إيه؟
عموما يعني انا مش عارف يعني يا رب يا رب من الكل من اللي يقولنا السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا والشفيف حلو في عينيا والصابون جوه في عينيا علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا ليش هظبطك ظبط. ايه رأيك في النفسين دول؟ يا ليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. سلام. بوسة؟ يا أصل أنت اللي بحكاية. أنت عارف لو الهروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا إيه؟ يوه يا عم ما تقلقش أنا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك وهو بصراحه كده خلقه ضيق وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه؟ مفيش حكايات ولا حاجه. الله يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه ياخد فرقه يطلع مأموريه. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. Thank you.
الله ازيك يا لمبي؟ تهربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض خلاص يا عم متخف هربت ولا ايه؟ متخف خلاص انت هتفضحنا بس مش هنزل مفيش حاجة يا نادر يا نادر